هذه لينكولن نيتلوس الجديدة، سيارة الـ SUV الفاخرة الأمريكية. ادشنت اليوم لدى وكيلها شركة الجزيرة للسيارات. لينكولن شركة أمريكية غنية عن التعريف من الأعلام الفاخرة. السيارة تتوفر بثلاث فئات، الفئة الأولى اللي هي ريزيرف 2 وسعرها حدود ال 255 ألف ريال شاملة قريبة، 2000 سي سي إيكو بوست، 250 حصان، جير أوتوماتيك، 8 سرعات، نظام أول ويل درايف، دفع رباعي مستمر. لاحظوا خط الـ LED متصل، شعار لينكولن منير، جنط مقاس 21. طبعا اكيد شنطتها كهربائيه، فيها نظام الاوتو بارك، الرادار، النقطه العمياء، تحديد المسار. وهذه الفئه الثانيه واسمها ريزيرف 3 وسعر حدود 296 الف ريال. تحرك، لكن شوف الاختلاف هنا، المقاعد افخم، الجلد ماكنتارا، طبعا جلد فينيسيا الفاخر. شوف الشاشه العملاقه 48 بوصه من الباب للباب، غير الشاشه اللي هنا 11 بوصه. طبعا هذه الفئه الرئاسيه تجي بمحرك هايبريد هجين 310 حصان وجير اوتوماتيك اي سي في تي، وسعر حدود 329500 شاملة ضريبة. ولا تنسوا تتابعوني، أداء عبد الرحمن الخالد.